اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. تشكيل فريق الاسماعيلي في لقاء اليوم: كابتن محمد صلاح، محمد فوزي في حراسه المرمى، اسامه ابراهيم في الجبهه اليمنى، في الجبهه اليسرى محمود البدري، محمد عمار، ابراهيم ابو اليزيد. ثلاثي خط الوسط كل او ثنائي خط الوسط دونجا وعمر الوحش، امامهم همام طارق، بيكيت سيلفا، ومحمد حمدي زكي، ومحمد الشامي. وجود عبد الرحمن مجدي على دكه البدلاء، والبدء ببيكيت سيلفا وايضا محمد الشامي. وراس الحربه طبعا محمد حمدي زكي، واستبعاد شيلونجو، واستبعاد محمود عبد الله، واستبعاد عماد حمدي. الاسباب فنيه. اتفضل يا كابتن. انت جبت لي الخلاصه كده يعني؟ لا يعني انا يعني زي ما اتكلمنا برضو انا اقول لك المعلومات بالنسبه لعبد الرحمن مجدي. يعني عبد الرحمن مجدي كان طالب منه المدير الفني هو يلعب تحت راس الحربه، فعبد الرحمن رفض ان هو يلعب تحت راس الحربه، ده اللي انا عارفه يعني، او رفض يلعب في المركز ده، وبقول له انا برتاح على الاطراف اكتر. فاستبعده خالص. بالنسبه لمستوى عبد الرحمن مجدي واللي احنا شفناه في الفتره اللي فاتت دي عنده حق يعني. يعني اي لعيب طبعا بيبقى عارف كويس قوي وملم الدور اللي بيلعبه فين، لكن يعاب عليه طبعا ان هو لما بيطلب حاجه من المدرب حتى لو ما نفذهاش المفروض ان هو بيسمع كلامه. وانا مش معاه ان هو يحط احتياطي، لو هو فعلا الموضوع ده مطلوب منه كان المفروض ان هو يستبعده خالص، لانه ما بينفذش تعليماته، دي حاجه. لكن هو ليه يستبعده اصلا من المكان بتاعه؟ هي دي مشكله، وخصوصا الماتش اللي فات انت طلعته بين الشوطين او في الاف تايم وهو كان نجم الماتش، عمل لك كل حاجه وكل الهجمات الخطره عن طريقه. طب انت طلعته، لكن هو النهارده في حاجات جديده بقى حاصله في الناس اللي رجعت. محمد هاشم رجع، محمد صادق، وجيه عبد الحكيم، دول احتياطي. صحيح طبيعي جدا ان اي حد بيرجع من اصابه طويله بيبقى احتياطي، لكن عبد الرحمن مجدي ان هو ما يبداش دي مشكله. بدا النهارده ببيكيتي، ممكن يكون التشكيل كويس النهارده لظروف الماتش، ان انت محتاج برضو كل المجموعه اللي موجوده، لكن اللي مش طبيعي ان انت تطلع شيلونجو، دي الحاجه اللي مش طبيعيه فعلا، لان انت برضو محتاج فرقه. والطبيعي انك تستبعد عماد حمدي وتستبعد محمود عبد الله. يعني محمود عبد الله رغم انه لعب اكتر من او شوط واقل من شوط كامل، لكن كان كويس يعني الماتش اللي فات، مستبعده بره ال 18 خالص. ده زي ما قلت لك في الاول ده طبيعي، لان هو راجل بيستكشف لسه فرقته. نعم. اللي مش طبيعي ان هو يجي في التوقيت ده.